مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتابع فيها مسار محادثات الكويت مع تصاعد تصريحات الجانبين عن احتمالات فشلها. يصر كلا الطرفين على رؤيتهما للحل. الحكومة التي كانت قد رفضت العودة إلى المشاورات قبل الحصول على ضمانات تؤكد المرجعيات التي تستند إليها المباحثات عادت إلى طاولة المحادثات بعد أن حصلت عليها من المبعوث الأممي، فيما كان وفد الميليشيا يرفض هذه الضمانات ويؤكد على لسان رئيس الوفد تمسكهم برؤيتهم التي تقوم على ما يمكن تسميته اللاءات الثلاثة: لا للانسحاب ولا لتسليم السلاح ولا للعودة للرئيس هادي إلى الرئاسة، وهي ما يعني فعليا أن الحل يزال غير ممكنا في هذه اللحظة. التصريحات الجديدة لرئيس وفد الميليشيا كشفت عن توجهها الذي بدأ قبل أشهر بالحوار مع السعودية وتعطيل مسار المحادثات مع الحكومة، لكنه بنفس الوقت هدد السعودية بعودة الهجمات على المناطق الحدودية، وهو ما ترافق مع إعلان الميليشيا إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للحرس الوطني السعودي في نجران. إلى أين تمضي محادثات الكويت؟ وما علاقتها بالمحادثات بين السعودية وميليشيا الحوثي؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور حديثنا لهذا المساء، ولكن بعد متابعة هذا التقرير ابقوا معنا. في الكويت لم نعد إلى نقطة الصفر بل إلى ما قبلها بكثير، هكذا قال رئيس وفد الميليشيا إلى المحادثات، وهذا فعلا هو أقرب توصيف لما يحدث هناك. الاتفاقات والتطمينات التي بقي ولد الشيخ وزعها على الأطراف يبدو أنها في طريقها لتقضي على ما تبقى من ثقة بالمسار السياسي وتشكل سببا رئيسيا في فشل المحادثات. للأسف ليست عودة إلى نقطة الصفر بل عودة إلى ما وراء نقطة الصفر، هذا شيء مؤشر خطير جدا ونحن لا يمكن أن نقبل. المتحدث باسم الميليشيا ورئيس وفدها لمحادثات الكويت كان يتحدث عن الضمانات التي قدمها الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوفد الحكومي، وصفها انقلابا صريحا، وهو ما يشير لأن ثمة اتفاقات غير معلنة عقدها ولد الشيخ مع وفد الميليشيا في وقت سابق تتعارض مع هذه الضمانات التي تشكل أرضية المحادثات السياسية في الكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن. على مدى 3 أشهر كان الجدل يتركز حول نقطة البداية التي ستقود إلى الحل السياسي بعد 1.5 عام من الحرب. هل يبدأ بحكومة وحدة وطنية كما يطالب وفد الميليشيا، أم بانسحاب الميليشيا وتسليم السلاح أولا كما تريد الحكومة مدعومة بالقرارات الأممية؟ هناك اتفاق على أرضية واضحة في تشكيل حكومة وحدة وطنية وقضايا سياسية معلومة، وأننا سنأتي لاستكمالها. في هذه اللحظة انكشف حجم الهوة الفاصلة بين الرؤيتين، وظهر أن 3 أشهر من المحادثات لم تحدث أي اختراق في جدار الحل السياسي، مع خروج رئيس وفد الميليشيا معلنا رفضهم المطلق لأي من البندين باعتبار الانسحاب من المدن والمؤسسات تطهيرا عرقيا حسب قوله، وتسليم السلاح مستحيل. على جانب آخر كان عبد السلام يجدد تهديده للسعودية متوعدا بعودة المواجهات إلى المنطقة الحدودية في حال لم تتوقف غارات التحالف، وهو ما تبعه إعلان الميليشيا عن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للحرس الوطني السعودي بمنطقة نجران. هي إذن العودة إلى الصفر بانتظار ما تحمل الأيام القادمة، أما المؤكد فهو أن الحل السياسي الذي ينتظره اليمنيون منذ أشهر لا يزال بعيدا جدا وربما لن يأتي. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي رنا غانم. أستاذ رنا مساء الخير. اهلا ومرحبا بك استاذ رنا. اذا بدانا من تصريحات رئيس وفد الميليشيا الذي اكد فيه انه لا يوجد اي شيء تحقق من المحادثات، الى اذا الى اين تمضي المحادثات من وجهه نظرك؟ نعم استاذه، هل تسمعين الان؟ نعم الصوت غير واضح. نعم كنت قد سألتك استاذة رنا، تصريحات رئيس وفد الميليشيا تشير إلى أنه لا شيء تحقق من المحادثات، إذن إلى أين تمضي المحادثات برأيك؟ يبدو أن المحادثات تمضي بنفس مضيها خلال 70 يوم التي سبقت يعني التي كانت في رمضان وما قبلها، لأنه لا يوجد أي تحلحل في أي حلحلة في الموقف، حيث يبدو أن لا يزال وفد الميليشيا يعني يصر على عدم الانسحاب وعدم تسليم السلاح، فهناك مراوغة كبيرة منه، وبالتالي لا أتصور أن تصل المفاوضات إلى أي نتيجة حتى في هذه في هذا الأسبوعين. نعم ربما هذه المرة لم يعني
تبدو مراوغات بقدر ما هي قرار حاسم، كما ذكر رئيس وفد الميليشيا محمد عبد السلام بأنه لا يمكن تسليم السلاح ولا يمكن الانسحاب من المدن، ووصفها بأنها تصفية عرقية لهم. نعم، هذه التصريحات التي سمعناها كلنا وهي تصريحات أثرت عن الوجه القبيح لهذه الجماعة، وهم يتعاملون مع الأمم المتحدة بأنهم أقلية وبأنهم أقلية مهضومة ومن حقهم أن يشاركوا في السلطة. تحت هذا الشعار هم يطلون الأقوال على الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت يقولون أنهم لو سلموا السلاح فمعنى ذلك أن هذا تصفية عرقية. يعني هذا تناقض وأسلوب قنيء، يعني لن يعني يزيدهم إلا نعم، يعني الشعب يتذمر منهم أكثر وأكثر ويكشفوا عن الصورة القبيحة التي يطلون بها أكاذيبهم. نعم، تصريحات رئيس وفد الميليشيا واللغة المتعالية التي ظهر بها أستاذ رنا ربما هذه المرة أكثر من أي من المرات السابقة، هل يعني هناك مثلا وعود من والد الشيخ أو وعود من المجتمع الدولي بأنهم سيقفون معهم ويدعمونهم إلى آخر لحظة؟ لأنه ربما هي تهديد، يعني بقدر ما يعني الكثير يعتبرها تصريح لكنه تهديد واضح. نعم، أتفق معك أن هذا تهديد واضح، ويجب على الأمم المتحدة اليوم أن تتخذ موقف أقوى مما هي عليه الآن، ولكن لا أفهم ما هذا الاسترخاء الذي تتعامل به الأمم المتحدة مع الفريقين. هل تعطيهم الأمم المتحدة وعود غير معلنة؟ هذا يجعلنا يعني نضع علامة استفهام حول ما الذي يدور بينهم وبين الأمم المتحدة، ولكن الفريق الحكومي موقفه واضح، وإذا يعني بتطبيق القرارات الأممية وعدم التنازل عنها، لأن أي تنازل قد تعطيه الحكومة في هذا الإطار يعني التخلي عن الشعب الذي ناضل ودفع دماء غالية من أجل يعني مواجهة هذا الانقلاب وهذه الشرذمة. نعم، أستاذ رنا تكرمي بالبقاء معنا. نشرك معنا في الحديث الباحث والمحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر مساء الخير من لندن. مرحبا، مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك دكتور. لعلك تابعت تصريحات رئيس وفد الميليشيا، ما الذي يمكن ان تستشفه انت من هذه التصريحات؟ والله انا لا اثق في هذه التصريحات لانني اسمع تصريحات متناقضه يوما بعد يوم، وتبعا لذلك هنالك نوع من المتاجره بالكلام، نوع من المتاجره في بورصه الكر والفر السياسيه التي ان دلت على شيء فانما تدل على نوع من اللامسؤوليه في التعامل مع الكلام، في التعامل مع المصطلحات ومع اللغة ومع الحقائق. تبعا لذلك ليس هنالك تقدير للمسؤولية الجسيمة الواقعة على عاتق الجميع في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في هذا الزمن التراجيدي الفارق، وبالتالي لا يمكن أبدا بناء أي شكل من أشكال نعم العلاقة المنطقية بين الأقوال والأفعال. نعم دكتور، لو عدنا قليلا إلى بداية المفاوضات في الكويت، وكانت هناك العديد من المقابلات لرئيس وفد الميليشيا، ربما كانت طريقة تعاطيه مع الإعلام وتصريحاته كانت أكثر يعني عقلانية وأكثر تفهما مع يعني الراعين للمشاورات في الكويت، لكن هذه المرة بدت كل تصريحاته بنغوة يعني متعالية وتصريحات ربما هي كلها تهديدات. ما الذي تغير من وجهة نظرك؟ أنا لا أعتد بهذه الأقوال ولا أعتد بهذه الخطابات لسبب بسيط جدا، أن ما يجري على الأرض يدل دلالة قاطعة على أن هذه الجماعة من الميليشيات ومن المسلحين ومن القبائليين ضيق الأفق ومن الأيديولوجيين الطائفيين. هؤلاء ليسوا في وارد أن يستوعبوا الحقائق الموضوعية والتاريخية وما يستحقه الشعب اليمني، ولهذا السبب ما يجري على الأرض هو المؤشر الكبير. ما زالوا حتى هذه اليوم يهدمون البيوت و يعدمون الناس ويعتقلون خارج نطاق كل قانون وخارج نطاق كل سلطة شرعية، وتبعا لذلك كلامهم في نهاية المطاف هو كلام مجاني لا معنى له، سواء كان في ظاهره يحمل لماذا معنى لا معنى قبول. دكتور عمر اسمح لي، كيف يعني لا معنى لتصريحاته وهو رئيس وفد الميليشيا والمجتمع الدولي يتعامل معه كند في مفاوضات الكويت ويحرص الجميع على حضورهم وأن يصلوا إلى حل معين؟
لا معنى لجهة أن هذه التصريحات لا تعبر عن الدلالات الفعلية الواقعية التي تجري على الأرض، لا تعبر عن الحقائق، يعني أقوال لا علاقة لها بالأفعال. ما هي الحقائق؟ وهذه ليست مسألة جديدة، الحقائق هي أنهم ما زالوا يواصلون العمل العسكري في تعز ضد المدينة، ما زالوا يعتقلون، ما زالوا يقتلون، ما زالوا يدمرون بيوت الخصوم، ما زالوا يمزقون اللحمة الوطنية تمزيقا متداعيا، ما زالوا يدمرون كل أسباب الدولة، كل المتكئات والهياكل التي يمكن أن ترتقي عليها الدولة أو ترتفع عليها الدولة وتدمر. نعم. بما في ذلك البنك المركزي اليمني، بما في ذلك المؤسسات الحكومية المختلفة، وتبعا لذلك نحن ماذا نعمل بكلامهم وبأقوالهم؟ نعم. في نهاية المطاف يعني، لا يعني. نعم. دكتور، هذه أقوال غير قابلة للصرف أصلا. نعم. دكتور، لو يعني إشارة رئيس وفد الميليشيا بأن المبعوث الأممي انقلب على كل ما اتفق عليه وما جاءوا من أجله إلى الكويت، هل يشير إلى أن ولد الشيخ أحمد كان قد مثلا أعطى الميليشيا وعودا تتفق مع ما يريدونه من تحقيقه من هذه المفاوضات؟ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الحالي والسابق كلهم يتحركون في إطار معاني وظيفية محددة المعالم تقوم بها الأمانة العامة للأمم المتحدة على مدى التاريخ وفي كل الأزمات التي استعرت في العالم، وهذه المعاني تصب في مجرى محاولة رأب الصدى وتقريب وجهات النظر والخروج ببعض النجاحات الوظيفية، إنجاز التعبير، من النجاحات المتعلقة بطبيعة الوظيفة الخاصة بالأمانة العامة وجهاز الأمم المتحدة وكل الموحدين الذين يتبعون الأمانة العامة. ولهذا السبب لابد أن لا يكون هناك رهان جوهري وجذري فيما يتعلق بموقف الأمانة العامة وفيما يتعلق بمبعوث الأمم المتحدة. ليس مخولة مبعوث الأمم المتحدة بتفعيل القرار الأممي المجير عن البند الثاني والصادر عن مجلس الأمن الدولي، هو مخول بكل بساطة بمحاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة تليين الأطراف المختلفة التي يعتبرونها أطراف متنازعة، بمعنى آخر ليسوا في وارد الحديث عن شرعية أو تمرد، لكنهم يتكلمون عن متنازعين مختلفين إنجاز التعبير، وبهذا المعنى يسبقون قيمة الميليشياوية على الكل. إذا نحن في هذه الحالة علينا أن نكون واضحين. نعم. وواقعيين، وعلينا أن نستعيد تجربة. نعم. الأمانة العامة للأمم المتحدة في عديد من الملفات الساخنة في العالم، وكيف كانت تجربة في نهاية المطاف لا تعني الشيء الكثير فيما يتعلق بتقديم حلول جذرية. نعم. أي نعم هم يستطيعون أن يقدموا بعض الحلول الوظيفية المرتبطة بالمساعدات وتوزيع الخيم وجمع الإعانات وما إلى ذلك ما فعلوا في ربما كلها ذلك. ربما كلها تبعد عن النقاط الأساسية. لا يحلون. نعم. المشاكل الجذرية أبدا. نعم. نعم دكتور. نعم. تكرم بالبقاء معي دكتور. أعود إلى الأستاذ رنا غانم الأمين العضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت. أستاذ رنا، ربما الآن إذا تحدثنا عن توجه جماعة الحوثي وحديث عبد السلام بأن هناك تفاهمات مع المملكة العربية السعودية، في أي إطار يمكن فهم هذه التفاهمات؟ هذه التفاهمات كما نعرف جميعا أنها في إطار التهدئة للجبهات، هي نجحت في بعض الأماكن وفشلت في أماكن كثيرة، ويبدو أن فشلها الآن يتسالى أكثر. قد كانت نجحت في بعض الأماكن، ولكن عادت مرة أخرى إلى الفشل. ربما حتى الحدود استدرى. نعم. ربما حتى الحدود. نعم استدرى. أيوة. ربما كانت حتى على الحدود السعودية، الآن عادت القصف من جديد وصواريخ بالستية واستهداف قواعد. نعم. عسكرية سعودية. نعم. وكل هذه التفاهمات هي في هذا الإطار، في إطار وقف الاقتتال على الحدود السعودية لا أكثر. نعم. رفض الآن أنه لا يوجد تفاهمات كما يطرح محمد عبد السلام، أنه التفاهمات الكلية تتم مع السعودية، لا يوجد تفاهمات مع السعودية في إطار المشكلة اليمنية، إنما في إطار ما على الحديث مع السعودية. هل يمكن اعتبار هذه المشاورات والتفاهمات قد انتهت بين الحوثيين والسعودية، أم لا زال هناك أمل بأن تصل إلى رؤية معينة؟ واضح أنها عادت الآن إلى الاشتعال مرة أخرى، وقد توقع هؤلاء جماعة ليس لهم عهد ولا ذمة، حتى لو اتفقت معهم وتوصلت معهم إلى 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 حل، سرعان ما يقوموا بنقبه والانقلاب عليه بانفسهم. نعم. لا اتوقع ان يتهدأ حتى هذه التهدئات التي تمت على الحدود على الاطلاق. نعم.
الان وفد الحكومه في الكويت للمشاورات، ربما الان اصبحت الامور اكثر وضوحا، انه عدم الانسحاب، عدم تسليم السلاح، اصرارهم على فكره حل شامل، وان يبقى الجيش وان تبقى الميليشيا في كل مؤسسات الدوله، وعدم الانسحاب من المدن. اذا ما تبقى او ما الذي تبقى للحكومه ووفد الحكومه للتفاوض مع الميليشيا في الكويت؟ أنا أعتقد أنه يعني الآن وضعت النقاط على الحروف بشكل أوضح، هي كانت واضحة منذ البداية، ولكن هذه التصريحات يعني زادتها وضوحا، ولم يعد هناك اليوم أمام الأمم المتحدة ما قد تزايد عليه في إمكانية يعني الوصول إلى حل بعد هذه التصريحات الحادة التي قام بها محمد عبد السلام. وفد الحكومة وعد بأنه سينتظر 14 يوما، فلا يعني لا لدي إلا أن ينتظر إلى أن تنتهي هذه المدة. نعم. وأعتقد أن الحكومة لا يجب أن تركن على هذه المشاورات إلى حد كبير، إنما الواقع على الأرض هو من سيغير الموقف، وكما طرح الدكتور عمر أنها يعني هي محاولة من الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر، وعمل الأمم المتحدة في الأخير هو عمل دبلوماسي، لن يحل هذه الأمور جذريا إذا لم تحل. نعم. على الأرض، فلن تقضي هذه المشاورات إلى حل قد يرضي اليمنيين. نعم. على الأرض. إذن الخيارات المتاحة أمام الحكومة، أمام القوى السياسية المؤيدة للشرعية، مع استمرار تعنت الميليشيا ورفضها لكل التفاهمات التي حدثت طيلة الأشهر الماضية. نعم. ما هي؟ صدر الخيارات، الخيارات صدرنا، الخيارات المتاحة الآن صدرنا، الخيارات المتاحة الآن للحكومة والقوى السياسية المؤيدة للشرعية مع استمرار هذا التعنت من قبل الميليشيا، ما هي؟ كما قلت أن الخيار الآن أمامهم هي خيارات على الأرض وعلى الواقع. طبعا لا يعني ذلك ان عدم الاستجابه الى اي عمل دبلوماسي، يجب الاستجابه الى العمل الدبلوماسي، لاننا في الاخير دوله ونحن اعضاء في الامم المتحده، ولكن الواقع هو المحاسم، الواقع هو ما سيغير اللعبه، وهو ما سيحدث يعني سيكون حل جذري اذا ما كانت هناك حلول على الأرض. أما بغير ذلك فستستمر الأزمة، يعني هذه الحرب يعني وقت أطول. شكرا جزيلا لك الأستاذة رنا غانم، عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي، عودة إلى لندن مع دكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، إذا ما الذي تبقى لولد الشيخ بعد أن يعني ظهر رئيس وفد الميليشيا يتكلم بهذه اللهجة، وأنه لن ينسحب، لن يسلم الأسلحة، لن يعني يقبل حتى بعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي إلى المشهد؟ ما الذي بقى لولد الشيخ كي يجبر الحكومة ويجبر الشرعية ويجبر الجميع على المكوث في هذه التفاوضات، ويحدد من المعرقل الرئيس لهذه المشاورة؟ تبقى لدي أن يقدم تقرير للأمانة العامة ومنها إلى مجلس الأمن بعد أسبوعين بناء على المحدد الزمني الذي تم التوافق عليه الآن. بمعنى آخر، ليس أمام ولد الشيخ من خيار سوى أن يقدم هذا التقرير وأن يقول فيه بالضبط ما الذي جرى على في إطار محادثات الكويت أو تفاوضات الكويت، وأن يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالموقف الذي تتبناه الأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والإجماع الإقليمي والعالمي أيضا فيما يتعلق بالشأن اليمني. هذه هي المسألة الوحيدة التي يمكن أن يفعلها، لأنني لا أعتقد، أنا شخصيا أعتقد أنهم سيراهنون على الوقت وسيراهنون على شرائع الوقت قدر الإمكان، ومحاولة تغيير الخارطة الديمغرافية السياسية إنجاز التعبير على الأرض، وهذا الذي حصل عمليا ضمن هذه المناورات المكشوفة التي ما استمرت على مدى فترة من الزمن. في الحقيقة أنا لا أحمل فقط التحالف الحوت صالحي الميليشياوي هذه المسؤولية، بل أحملها الشرعية ضمنا، لأن نعم. الشرعية كانت أمامها كثير من الميزات النسبية، بل الميزات المطلقة المتعلقة بتحرير مناطق بكاملها في المحافظات الجنوبية. نعم. وجزء من المحافظات الشمالية، وكان بإمكانها أن تتموضع على الأرض بكيفية مختلفة تماما عما يجري الآن، وكان بإمكانها أيضا أن تعزز التحالف العربي من خلال نعم. تقديم دكتور. نعم. البدائل دكتور والخيارات على الأرض. لكن نعم. هذه المشكلة أن الشرعية أيضا بدورها لعبت دور سلبي فيما يتعلق بهذه المسألة، ابتداء من اجتياح صنعاء الذي كان اجتياحا عاريا ومكشوفا وسقوطا تلقائيا وصولا إلى ما نحن عليه الآن. وبالتالي نعم دكتور، هل تعتقد أن البعد الميليشياوي
نعم دكتور، ربما هذه النقاط هي واضحة وذكرتها يعني قبل قليل، لكن هل تعتقد بأن ولد الشيخ هذه المرة سيتكلم بشكل واضح من المتسبب بعرقلة هذه المفاوضات، أم سيستمر في يعني الآمال والمماطلة لوقت أكثر للمفاوضات؟ لا أدري، لا أستطيع أن أستبطن، ولكن في نهاية المطاف أنا ما أعرفه فيما يتعلق بجهاز الأمان العام للأمم المتحدة الذي يرتبط بشخص الأمين العام للأمم المتحدة والموفدين للأمم المتحدة والوكالات التابعة للأمم المتحدة في إطار الأمان العام، الذي يعرفه تاريخيا أنهم لم يكن لديهم حل وعقد بالمعنى الجذري للكلمة. هم عندهم تفويض، يعني تفويض إجماعي للدول الأساسية الكبرى التي تشكل الجهاز القهري والجبري والقانوني للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي. نعم. ولهذا السبب يظلون في إطار هذه المراوحة الوظيفية إنجاز التعبير، وبالتالي ليس من المتوقع بحال من الأحوال أن يقدموا رؤية راديكالية أو جذرية أو تعتد بالشرعية بوصفها شرعية مجيرة تماما على ما كانت عليه الدولة قبل الانقلاب وما يفترض أن تكون عليه الدولة بعد الانقلاب. نعم دكتور، تكرم بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن من الرياض الخبير العسكري السعودي العميد حسن الشهري. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور، أهلا ومرحبا بك. سيادة العميد، ربما باتت الصورة الآن أكثر وضوحا حتى للمملكة العربية السعودية، التفاهمات السابقة التي كانت مع ميليشيا الحوثي والتهدئة على الحدود، الآن بدت ميليشيا الحوثي بإطلاق صواريخ، استهداف قواعد ومناطق عسكرية وأيضا حتى مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية. إذن هل نعتبر بأن الهدنة وأن التفاهمات التي قد كانت تقدمت بين المملكة العربية السعودية وميليشيا الحوثي فشلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وللسادة الضيوف المتابعين. مبدئيا احنا نعرف وندرك انه من اتى وطلب مقابلة ضباط الامن في المملكة العربية السعودية هم الحوثيين بواسطات الوجهاء في صعدة ومن بعض القبائل المجاورة على الحدود، لانحناء الحوثيين للعاصفة ولتأثرهم بقوة من صلابة وقوة وتأثير قواتنا المسلحة على الحدود السعودية التي لا تسمح لأحد يتجاوز حدودها، ولا تسمح أيضا قيادة السياسية لأي فرد سعودي أو ضابط أن يتجاوز الخط الدولي. أنا أعتقد أنه هذه تأتي ضمن المناورات وأوراق الضغط، وأنا أعتقد أيضا أنه الصاروخ الذي أطلق أتى عن طريق ميليشيات علي عبد الله صالح ومرتزة قتولة أنه يرمي حجر في المياه الراكدة حاليا لأنه استبعد من الخارطة بالكامل، والآخرين يتكلمون نيابة عن الانقلابيين وهناك وقت للحكومة والشرعية في الكويت. نعم. وأنا أعتقد أنه من ضمن الأوراق التي يقذفها علي عبد الله صالح لتعكير الأجواء. نعم. وللتشويش أيضا على المفاوضة. نعم سيادة العميد، ولكن ربما كان تصريح رئيس وفد الميليشيا كانت واضحة بأنهم لن يسكتوا ولن يعني عن الطيران الذي يقوم بالقصف وسيردون، وربما كانت يعني تصريحاته هي خير دليل على ما اطلقوا من أسلحة من صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية. أولا الادعاء المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام يأتي ضمن المناورات السياسية ليست الأولى وليست الأخيرة من سيل الكذب اللي تعودنا على سماعه مع الأسف. كلامه لا يتعدى هو وغيره حجرته. حدنا الجنوبي آمن وتماسك بإذن الله وقوي، عصي على هذه الفئة الإرهابية ودون رجال قد نظروا أرواحهم في سبيل الله دفاعا عن دينهم وترابطنهم المقدس. نعم. أيضا إن كان يملكون بعض الأعداد القليلة من صواريخ العابرة للحدود من اليمن باتجاه السعودية من نوع سكاد، فأيضا لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى القدرة على تدميرها. نعم. وأيضا تدمير سيادة العميد، بعيدا على قدرة المملكة على التصدي لهذه الصواريخ وإمكانيتها، ما نريد أن نركز عليه هو مقدار التفاهمات، هل لا زالت قائمة المملكة مع ميليشيا الحوثي ولا زالت تفاوض أم أنها انتهت؟ لا يمكن التكهن من خلال أحداث بسيطة حصلت أن نعطي نتائج مؤكدة، ولكن أعتقد من أتى لمثل هذه التهدئة هو المسؤول عن إنهائها أو تثبيتها، وبالتالي أنا في نظري الأمر لا يهم. القضية قضية هوان وضع الحوثيين والإنقلابيين الآن علي عبد الله صالح وعلي وعبد الملك الحوثي وأتباعهم من عملاء إيران الآن في وضع ضعيف جدا، يجب على الحكومة أن تستثمر الآن في الوقت وما سمعناه من فخامة الرئيس في مأرب أن يكون واقع ولا يأتي ضمن
الأوراق اللي ممكن تستخدم على طاولة المفاوضات في الكويت، ولا يسمح بتداعيات المشاورات الأولى التي استمرت حوالي 70 يوم أن يستفيد منها الانقلابيون في تعزيز مواقعهم، إعادة انتشارهم، تعزيز وحداتهم، الاستفادة من الوقت في التهريب لتعويض ما خسروا. المفروض أنه ويعمل على تحديد سقف، وما سمعنا وزير الخارجية أن يكون واقعي، وبالتالي الحكومة هي من تفرض الشروط وليس مندوب الأمين العام المتحدة. وأنا سمعت السؤال الأخير من حضرتك لضيفك الكريم حول الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تقتات على كل المشاكل والفتن في العالم. الأمم المتحدة لا تحل مشكلة، الأمم المتحدة تدير مشاكل. الأمر ليس في يد الميدان هو يعني ما يجبر الأمم المتحدة وغيرها على اتخاذ أي إجراءات بحق أي شعب. نعم. طيب سيادة العميد، إذا ما استمرت هذه يعني الخروقات من قبل ميليشيا الحوثي، كيف ستتعامل المملكة مع كل هذه الخروقات وكل هذه الهجمات المتكررة على السعودية؟ الأوقات السابقة أثبتت أنه إذا استمر الحوثيين مع ميليشيا أو مرتزقة علي عبد الصالح الاعتداء على حدودنا السعودية، أنه ردنا مؤلم وقوي وقد يتجاوز الحدود إلى العمق. الأمور هذه يبدو أنها تخذ فيها قرار. الأمر لا يستحق أن نتأخر. على الحكومة اليمنية أولا أن تستثمر أيضا في الأرض على الآن، تعمل قواتها بتعزيز أماكنها، تتقدم إلى الأمام، تحشد باتجاه صنعاء، تحرر تعز، الإعلام يتوحد جميعا باتجاه هذه النقطة، يكون هناك حوار على الأرض وحوار على الطاولة في الكويت، ومن ينجح على الأرض هو من سيكسب المشاورات الكويت. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة إلى لندن مع الدكتور والباحث والمحلل السياسي عمر عبد العزيز. دكتور عمر، إذن إلى أي مدى ستؤثر إذا ما كانت هناك تفاهمات ولا زالت قائمة بين ميليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية على محادثات الكويت وأيضا على تقدم الميداني بالنسبة لقوات الشرعية والمقاومة الشعبية؟ كل المحادثات التي كانت والتي تجري والتي قد تتم نحن نحسن الظن فيها من حيث الأساس، لكن المسألة لا تكمن في حسن الظن، ولكنها تكمن في الحقيقة الموضوعية القائمة على الأرض. لقد رأينا من هذا النفر من الناس تصرفات غير مسؤولة منذ عام 2011، سواء لجهة الالتحاق بالعملية السياسية والقبول بالمبادرة الخليجية والانخراط في مؤتمر الحوار الوطني والقبول بأن يعلنوا عن نفسهم حزبا سياسيا وما إلى ذلك. لكننا على مدى هذه السنوات نلاحظ أيضا وبالمقابل كل ما يخالف هذه القبولات وكل ما يخالف هذا الإعلان الرسمي والانخراط المعلن، وتبعا لذلك هم في ديدن أن يمارسوا نفس هذا السلوك، لن يتغيروا. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يكون هنالك مصداقية عند هؤلاء، لسبب بسيط جدا أنهم قائمين على معادلة ميليشياوية مناقضة لجوهر التوافق الأساسي والتاريخي الذي تم في إطار الدولة اليمنية، سواء عندما توحدت في الشمال والجنوب أو قبل أن تتوحد اليمن شمالا وجنوبا. بمعنى آخر أنهم هم ينسفون كل أركان المؤسسة وكل أركان الدولة وكل أركان المعنى التاريخي للحقائق الجغرافية والجيوسياسية الإقليمية في المنطقة، وتبعا لذلك يريدون أن يخلعوا اليمن من إطاره الزماني والمكاني والتاريخي، ويريدون أن يخلعوا اليمن أيضا من وظيفته الأساسية الجوهرية المتعلقة بإعادة إنتاج الحياة المادية والروحية بكيفية سوية وبكيفية توافقية واستكمالية مع كل دول الجوار العربي. وهذا الأمر واضح وبين، ولهذا السبب أنا بالنسبة لي لا أشك لحظة واحدة في أنهم يكذبون، ولا أشك لحظة واحدة في أنهم يناورون ويخاتلون ويحاولون شراء الوقت. ومن هنا أنا أتفق مع الخبير العسكري فيما ذهب إلى في أن الأمر التجاري على الأرض وفي الميدان هو الوحيد الكفيل بحل هذه المشكلة، هو الوحيد الكفيل بحل هذه المشكلة. والعامل الأكثر حسما في المعادلة هي عامل الداخل، بمعنى آخر أن الشرعية عليها أن تكون متموضعة في الداخل بالمعنى الشامل للكلمة. فالنضال لم يعد نضالا عسكريا فقط، ولكنه نضال إعلامي وسياسي واجتماعي وحياتي وتاريخي وفكري ورؤياوي وما إلى ذلك. بمعنى آخر لابد أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بهذه المسألة حتى لا يكون ربما إجماع تخلي عن أسباب قوة الشرعية، وهذا الذي يحصل عمليا. وأنا أقولها بصريح الكلام وبملء الفم، ولما قلت ذلك إلا بعد لأي وبعد تعب شديد وبعد صمت ومحاولة البحث عن حلول
بهذا القدر أو ذاك، لكن للأسف الشديد الآن هم يكسبون مرات ومرات، الميليشياويين يكسبون مرات ومرات من جراء هذا الحساب الذي لا معنى له. نعم دكتور، ربما الجميع يعني يعلم ويصر على أنه لا حل إلا على أرض الميدان، وربما هذا ما تجهله القيادة السياسية أو الحكومة الشرعية، وهذا ما يتمنى الجميع أن يكون هناك قرار حاسم لإنهاء هذه المفاوضات والتوجه إلى الحل الحاسم، وإن شاء الله الدخول إلى صنعاء وتحرير كل المناطق وكل المحافظات اليمنية. شكرا جزيلا لك الدكتور الباحث والمحلل السياسي عمر عبد العزيز، كنت معنا من لندن. الشكر أيضا للأستاذة رنا غانم عضو وفد الحكومي المفاوض في مشاورات الكويت، والشكر أيضا للعميد حسن الشهري الخبير العسكري كان معنا من الرياض، والشكر موصولكم على حسن المتابعة. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، وهيا لكم مني أيضا حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.